انس شلون تابعوا العراقيين نهائي كاس العالم ويا زميل المخرج؟ نعم يعني البارحه طبعا انقسم الجمهور العراقي بين مؤيد للفريق الارجنتيني وبين مؤيد للفريق الفرنسي، خصوصا مشجعين ناديي برشلونه وريال مدريد. اللي شجعوا الفريق الارجنتيني هم اللي يشجعون نادي برشلونه، واللي شجعوا الفريق الفرنسي هم اللي يشجعون نادي ريال مدريد، وبالتالي اللي ربح هو مشجع نادي برشلونه. وعمت الافراح باغلب المناطق بالعاصمه بغداد، طلعت مسيرات لشباب وبسيارات وراجله ايضا احتفالا. ايضا شفنا باحدى المقاهي البغداديه في مدينه الاعظميه وباقي ايضا المناطق المزيقه البغداديه بعد فوز المنتخب الارجنتيني. وايضا طبعا الجمهور العراقي بغداد اشاد بالتنظيم الكبير لدولة قطر لهذه البطولة الكبيرة، خصوصا انه قطر يعني تمسكت بالاعراف العربية بهاي البطولة، وخصوصا بعد ختام البطولة بلباس ميسي للبشت العربي واللي تحدثت عنه انت من القماش النجفي، وايضا الرقصة التي رقصها على الستيج الخاص بالتكريم التي رقصها ميسي هي رقصة عراقية شعبية كما يؤكد أهالي بغداد هنا بالعاصمة. وبالتالي يعني يوم أمس كانت يعني بغداد على أفراح كبيرة بعد انتصار يعني ليونيل ميسي ورفقائه على المنتخب الفرنسي. بالتالي يعني المواطنين العراقيين يطالبون الجهات المعنية بتنظيم البطولات، خصوصا الاتحاد العراقي لكرة القدم، بتنظيم بطولة ولو كانت مصغرة كخليجي البصرة اللي بعد تقريبا أقل من شهر يعني ينطلق بالبصرة. وبالتالي اليوم يعني شفنا عدنان درجال رئيس الاتحاد ذهب إلى المدينة الرياضية بالبصرة، وأيضا هو يعني أكد على أنه البصرة مستعدة لاحتضان هذه البطولة اللي تجمع الخليج في البصرة. وأيضا يعني اليوم الشباب هنا الرياضي في بغداد يؤكد بأنه سيذهب إلى البصرة ل يعني تقديم يعني الدعم لاتحاد الكرة ولوزارة الشباب لتنظيم هاي البطولة، وأيضا يعني استقبال العرب في هاي البطولة اللي حتقام بالبصرة. طبعا يعني الشعب العراقي متعطش لمثل هذه البطولات اللي تقام ككأس العرب أو خليجي كأس الخليج، خصوصا أنه احنا نفتقد لتنظيم مثل هكذا بطولات منذ زمن طويل. وبالتالي اليوم الرياضيين بالعراق وحتى الشعب العراقي بأكمله يطلع إلى تنظيم يصل إلى مستوى تنظيم قطر لبطولة كأس العالم. وأيضا العراقيين معروفين بحسن الضيافة لجميع من يأتي إلى طبعا العراق من الخليج وكذلك العرب وحتى الجمهور سواء كان العربي أو حتى الأجنبي اللي حيدخل للعراق. بالتالي اليوم المواطن يطالب أيضا بزيادة أعداد الملاعب، خصوصا أنه قطر يعني مثل ما تعرف أستاذ أنور خصصت 8 ملاعب لإقامة بطولة كأس العالم. من هاي الـ8 ملاعب يعني 4 ملاعب تم يعني تفليشها بشكل كامل وتوزيعها على دول عربية وإخراجها من قطر كتبرعات، وهي طبعا يعني كلفت الدولة القطرية مبالغ طائلة. بالتالي اليوم المواطن البغدادي المواطن العراقي بشكل عام يطالب الحكومة العراقية، يطالب الاتحاد، يطالب وزارة الشباب بإقامة أو ببناء مثل هكذا ملاعب ببغداد وباقي المحافظات الجنوبية الشمالية الوسطى كالملاعب والتطور الذي وصلت إليه دولة قطر. وطبعا هو هذا رفعة رأس لكل العرب طبعا. بالتالي احنا نفتخر انه يعني قدرنا ننظم هيك بطولة بقطر بحجم بطولة
كأس العالم، وبالتالي اليوم المواطن متعطش لمثل هكذا بطولات وتنظيم العراق لمثل هكذا بطولات. وراح نبدي إن شاء الله ببطولة كأس الخليج اللي حتقام بمحافظة البصرة الفيحاء. طبعا يعني أيضا لابد أن تكون هنالك بنى تحتية للمحافظات وطرق معبدة بشكل كامل كما حدث في قطر. نعم أستاذ أنور، طبعا يعني يوم أمس المقاهي البغدادية امتلأت بالجمهور، جمهور العراقي اللي ذهب إلى هاي المقاهي لمشاهدة المباراة. أنت وين أنت وين تابعت؟ نعم. وين تابعت المباراة؟ أنا طبعا صوتك كل شيء ما جاي اسمعه. والله أستاذ أنور بس يلا مشيها، بس وين تابعت المباراة؟ نعم اي هسه رجع صوتك. والله انا تابعت تابعت المباراه يوم امس انا برفقه الاصدقاء، طبعا اصدقائي اللي كانوا متواجدين بمدينه العظميه. طبعا يوم امس كانت الشوارع في العاصمه بغداد خاليه من العجلات، اغلب المواطنين توجهوا للمقاهي الشعبيه للكوفيهات لمشاهده هاي المباراه. ايضا طبعا كان هنالك انبهروا يعني الجمهور العراقي خصوصا البغدادي انبهر بالتنظيم اللي قدمته قطر، وهو طبعا رفعت راس لكل العرب كعراقيين وباقي دول الخليج وايضا قطر. وبالتالي يطالبون المواطنون باقامه مثل هكذا بطولات في العراق، ونتمنى الخير ان شاء الله ببطوله كاس الخليج بالبصره ان شاء الله. أنس يوسف من بغداد، شكرا جزيلا. إذن